وسهلا، السلام عليكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. حاسيلو عندي لوسات هكا باش نعملها على السريع اكسبريس، قلت علاش ليه ما بارطاجيهاش معاكم في ستوري. دونك لهنا باش نعمل بيتزا اكسبريس ما غير لا نعجنها لحد شيء. خديت لهنا شويه ماء دافي، حطيت فيه مغرفه صغيره سكر، وحطيت عليه مغرفه كبيره خميره، خليتهم هكا باش يتفاعلوا شويه. بعديك لهنا باقي المكونات وباش نعجنوا البيتزا نتاعنا. بسم الله، ناخذ توا زيت زيتونه تقريبا 50 مليلتر. بالطبيعه ماذا بيكم تفوحوا بزيت زيتونه خاطر يعطيكم نكهه فاوحه بالقدا للبيتزا. لهنا عندي كيلو فرينه، بسم الله نحط الكل هكا هكا. لهنا الملح حسب الذوق هكا. وتوا باش نبدا نعجن، نزيد في الماء بسم الله ونعجن، لكن مش نعجنها برشا، راهي نهايتها دقيقتين اكها ولين تختفي الفرينه عنا تماما، وكها العجينه باش نعملها طريه شوي هكا، علاش مش نعجنها. تشوفوا القوام تاعها بعديك كيفاش. هذه عجينه البيتزا نتاعنا، ريتو لهنا كيفاش طريه، وراني ميم با ابين دقيقتين ما تجي، جوست لفيتها لفين وكها، ونزيد في الماء تدريجيا لين تتحصلوا على القوام هذايا. باهي باش نفسر لكم علاش انا لهنا عملتها طريه. اولا نحب نعملها على كبرة بق، وما عنديش جهد بصراحه باش نعجنها، دونك باش تخمر لي في ساعه وتجيني طريه. سينو بالنسبه للاضافات الاخرى اللي هي معناتها توسكي حليب عظم، فما اللي يحب يزيد كريم فريش، فما اللي يحب يزيد، معناتها الاضافات كلها اضافات. انا لهنا عطيتكم الروسيت الصحيحه نتاع البيتزا الاصلي اللي هي فرينه ملح خميره زيت زيتونه وماء، خمسه سانك انغريديان هذوما المعروفين معناتها يعني الوصفه الاصليه نتاع البيتزا. بعديك اذا تحبوا تزيدوا اضافات هذاك الامر يرجع ليكم. دونك لهنا عجينه البيتزا نتاعي حاضره، باش ندهنها بشويه زيت ونخليها تخمر تقريبا ساعه لين يضاعف الحجم نتاعها، وبعد نرجع لكم. باهي نجيو طول تحضير صلصه البيتزا. لهنا كيما ريتو حطيت شويه زيت زيتونه ما نكثروش، ولهنا عندي طماطم تقريبا 4 كعبات طماطم فريشكه رحيتهم، وباش نصبها بسم الله. لهنا باش نحط شويه ملح، بالطبيعه ما تكثروش الملح، تقراو حساب الفرماج وباقي المكونات. بالنسبه للفاح لهنا باش نفوح بارب دو بروفونس، هم المستحسن تفوحوا بالحبق الاخضر لوريغانو، مي الحق ما عنديش دونك باش نستعمل هذا اللي هو ديجا فيها لوريغانو والكليل والزعتر. دونك لهنا باش نحط شويه بسم الله وكهو، باش نحطها تطيب تقريبا بين 10 دقائق الى ربع ساعه على نار هاديه. باهي بالنسبه للغارنيتور نتاع البيتزا بالطبيعه اختياري. لهنا كيما تشوفوا خديت فلفل الوان احمر اصفر اخضر، وخديت شامبينيون كيما تشوفوا لهنا الفلفل قسيتو بالطريقه هذه بسم الله. ولهنا باش نصبهم الكوليكا في مقله خفيفه شويه زيت باش نفوحهم لهنا بشويه ايرب دو بروفونس وشويه ملح الا شويه كليل وزعتر وحبق شويه اذا تحبوا، جست لهنا باش نحمرهم شويه بالكل باش ما ياخذوليش برك وقت في الاختيار.